لإيطاليا باش ينقذ بنته، باش يعالج بنته، بنته اللي قال في تصريح مع زملائنا في الرفمان، قال دخلت في حيط في ايامات وما لقيتش وين نعالجها في تونس، هذاك علاش اضطريت باش نحرق باش نعالجها في ايطاليا. وفي التصريح نتاعو والتدخل نتاعو وقتها قال باع اللي قدامه لورا، كان تاجر يدور من سوق لسوق، باع كل شيء من اجل بنته وعائلته وحرق لايطاليا. قال فما جمعيه تكفلت بها وقال ظروفه لباس وطمنا عليه الحقيقه وقت وصل إلى إيطاليا، لكن الخبر أمس امبارح في الليل وصل فاجعة على الحقيقة لأهالي عقارب، للناس اللي تعاطفت معاه، الناس اللي تبعت القصة نتاعو، أنه خبر الوفاة نتاعو، الخبر الوفاة صحيح مش صحيح، شكون أعلمهم، كيفاش صارت الحكاية، كل تفاصيل مع نسيبه رجل بنته سي محمد الهاشمي تريكي ضيفنا في المباشر. بركة فيكم، أهلا وسهلا ومرحبا سي محمد. أهلا مرحبا مرحبا بيك. صديق عايش هنا. انقطعت اخباره وكنتوا تحكيوا معاه، كيف جاكم الاخبار، شنو اللي صار بالضبط؟ والله كنا نحكي معه أمس تقريبا ساعتين ونص لثلاثة أرباع. حال الكلام يعني طيب في العشاء كالعادة، تعرف أنت هكا الضحكة هذيك واحد الفبلك، يعني ما فهم شيء، ما فهمش أعراض أنه مريض ولا متقلق. بعد قال ان انا مش يمشي يعمل دوره هو زوجته مثل اللي نسيت، اي يعني تقريبا الاربع نص هكاك الخمسة جانا معنا كلامي انا نسيب يعني الوخذ اخذ زوجتي حتى هم في ايطاليا، فهمت؟ اي كلمني قال لي راني سمعت خبر ان راه ممكن نسيبنا توفى، ما تأكدناش من الخبر، قعدنا نستناه. كلم عطاني نمرو شكون معنا جارتهم هذيك، كلمتها اتصلت عليها قلت لي راهو انتم ما فهمنا حد شيء، راهم هزوها هزات الصامية ونستنى في الخبر حتى احنا. لين والله حصلت على نمرو اخر معنا تبع الجمعية هذي، حق سي جلال الله يرحمه ذيه، يعني افادني قال لي راهي معنا نسيتك، راهي نفسانية تعبة شوي، وسي عبد الحميد راهو جات جلطة وتوفى. معناه فجأة، يعني ما كان فما حتى شيء، كنتوا فجأة تحكيوا معاه، ضحكة العادة، سي عبد الحميد متاع العادة، فجأة معناه تظهر حكاية متاع سويتين من زمان، جاكم الأخبار متاع أنه توفى. أيه. تقريبا ساعتين من زمان ما نجدناش الحق ان نقول الاخبار معنا، لان صدمه فاجعه. تخيل معنا انت وحدك لهنا في تونس وبنته معنا سيبك، تجي البنت تقول لها راه ابوك بوك توفى، توفى، يعني ما تنجمش، كان تصعيب عليك معناتها. خاصه انه هو يكلم، كان يكلم فيكم معنا، فهمت؟ منطقه ساعتين ولا ساعتين ونص تو كاوكي خرج، تأكدنا من الخبر، واحد خرج الخبر الله يرحمه الله هذيك يرحمه ويدعمه، سبب ساعة الوفاة هو جلطة معناتها. هاي سبب الوفاة جلطة. عنده أمراض هو قبل ولا ما عندوش أمراض؟ هو عنده الدم والسكر عنده دم وسكر فعلا. وقاعد يعمل في علاج وياخذ في الدواء نتاعه من رجل، وديجا معناها هز الدوس نتاعه في بالي مش يعمل في نوفمبر في عملية على عينه، معناها السكر نسله عينه شوي، معناها نورمالمون في الجمعية غادي قالوا له أمورك مريقة، معناها مش يعملوا العملية ويشوفوا له معناها أنا كونديسيون تكون باهية مناسبة له، خاصة في السن نتاعه 63 عام، فهمت؟ مش كبير في العمر، 63 سنة فوالا. ما هو حتى هو راهو الظروف اللي مر بها، راهو تخيل انت مشى حارق لإيطاليا وعاش مدة كبيرة برشا غادي، ورجل أوراق واحد من بعد روح لهنا وزاد بقى تعب شوي وعرف المخر شوية، معناها حتى ذرية ثلاثة، معناها الكبيرة فيهم عمرها 16، هي هذه أنس اللي هي تريزومي عندها مترزن الدم اللي مشى على خاطرها، هي معناها نطفة نادرة، وممكن برشا منها في برشا أمثلة منها في تونس، لأنها عندها ذكاء غير طبيعي، فهمت؟ وما ثم حتى جمعية قدمت لها الإضافة لهنا، وراه حاول شاف جمعيات واحد كيلقى انه بنته معناها مش قاعده تستجيب للجمعيات هذيك، مش هزها طبيبه نفسانيه، الطبيبه هذه اعطتها دواء نتاع اعصاب، زادت حالتها تعكرت وولت تخرج لنا ساعات في الليل، ساعات يكلموني نخرج انا بالكرفه اللي وجعلها، معناها هو حتى يختم ينوض بكري مع يدور في الاسواق، واحد متجول
ما عادش منظم يوفق بين الخدمه نتاعو وبين بين بنته، التهاب بنته، مع انه هو حاج راهو تقريبا 4 سنين تالي ومقيد في الحج السنه في بلا ماشي هو زوجته، كيلقى ان لازم بنته هي الاولى بالعلاج ولا هز عائلته حرق. هز عائلته حرق، خاطر قالوا له في ممكن في اوروبا راهي جامعات خير واذا عندها موهبه راهم ينموها واحد سنتين. وإحنا وقت اللي دخل في مع زملائنا في الرفماج قال فما جمعية تبنيتها ومعتها وطمان عليها كلي تهنى على بنته معناتها في إيطاليا. أي هو احنا هو ديما يفضلك علينا واحد سنتين. لما راني بالنسبة لي أنا توصي عشان ديما نخسر برية من عليهم هما معناها كي مشى كي حرق من هنا ديك عندهم سيسيليا ومن سيسيليا قدتهم الجمعية هذه خاطر أنا بحكم الحالة الخاصة نتاع بنته وبحكم العمر نتاع هو نتاع زوجته فهمت. عطوهم دار وحدهم تو عندهم 3 أيام عدوا على المية وعدوا على مسيبتي خاطر هي عندها روماتيزم. أنا عطوهم أنا قيدوها هي في مدرسة خاصة صغار وزاد قيدوهم باش يدخلوا يقراوا. قلت له مثل كذا قلت له راهو ظهر لي مش يجي تلفزيون تصور واحد قال لي مثال شحال لايف وخلينا نوريهم النعيم اللي عايش فيه. قال لي انا في بلادي ما شفتوش النعيم هذا، انا قاعد ليل نهار نخدم في السوق واحد على اساس نوفر عالج بنتي ونوفر لهم كل شيء ما لقيت شيء. وثاني كانت كفلوا بيا الحق معناها ما كانش يعرف اللحظات هذه هي اللحظة الأخيرة معناتها في حياته. فما شكون قال عم عبد الحميد وهو يودع في البلاد كان لحظة الوداع الأخيرة ربما للناس اللي فهمت رسالته، كان يودع فيكم معناتها وداع نهائي. شنو وضعية العائلة توا عم عبد الحميد باش تدفن في إيطاليا باش تروحوا به العقارب، شنو باش يصير بالضبط؟ والله أنا كنت على اتصال بكري هذا المسؤول في الجمعية. بالنسبة له الوصية نتاعه قال زوجته قال إذا أنا مت تروحوا بيا تونس. أنا راني جيت لإيطاليا باش نعالج بنتي. لكن أنا ولتونس والعقارب بزن ندفن في عقارب وبعد أبويا، فهمت؟ هذيك هي الوصية نتاعه. وقاعدين توا تسعوا باش تروحوا بيه؟ نسعى والله الجمعية أنكور هي والقنصلية. كلمنا ديجا احنا عن في شكري البحري نايب العضو في مجلس النواب، كلم القنصليه اللي هنا في تونس وما مش نشوفوا شنو هي الاجراءات. الجمعيه قاعدين يجروا ليل ونهار معناها عملوا لم شمل تو بنتها وش اسمها ونسيبها اللي في ايطاليا باش يتلموا مع بعضهم، هذيك معناها خطوه باهيه خاطر الوضعيه النفسيه نتاعهم هذيك حرجه شويه خاصه ان بر صغار واحد فهمت. وانا البو توفى قدام ولده الصغير. فرا معناتها لازم علاج نفسي احاطه نفسيه. اي بالضبط. هم مش مقصرين معاهم الحقيقه، واحد قال لي احنا متو حاليا مش العائله مش تقعد غادي معناتها صغيرات ومرته مش تقعدوا غادي وتوما مش تروحوا بالجثمان. اي العائله مش تبقى هذيك، احنا طبعا مضطرين نسرع في الاجراءات نتاع باش نجيبوا الجثمان لهنا خاطر هو عمره 63 عام وبدنا ما يتحملش مش يبقى كونجي ليه هذيك. هو ديجا ظهر لي مشى تونسي غسله وكفنه فهمت. احنا نستنوا تو شنو انا شنو المطلوب منا احنا تو كلمت الجمعيه قال لي انت تو ما تعمل شيء ما دام اتصلت بالقنصليه خليهم هما يقوموا بالاجراءات. ان شاء الله تكون زاد رسالتكم وصلت الليله القنصليه يسرعوا شويه في الاجراءات برا كما قلت انت وربي يرحمه وربي يصبركم ان شاء الله. تعزينا الى كل العائله الى كل اهلي في عقارب الى كل الناس اللي تحب مع عبد الحميد وربي يصبر كل العائله والاحباب والاصدقاء. شكرا لك سي محمد الهاشمي التريكي يعطيك الصحه، شكرا لك على التدخل نتاعك معنا. هذه قصه عم عبد الحميد ربي يرحمه ان شاء الله. مرحبا بكم.